الحجر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير في موعد من مواعيد برنامج والصلح خير، وعلى المباشر وعلى مدار ساعة وعشرين دقيقة نحاول إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكل من يتواصل معنا، من يتصل بنا، ومرحبا أيضا بالجالية المسلمة في المهجر، ولا ننسى الترحيب بمن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. شعار هذا الموسم هو ولا تنازعوا. برنامج الصلح خير من قناة القرآن الكريم الخامسة الجزائر يحاول أن يمتص كل النزاعات والخلافات والخصومات التي تحدث بين الحين والآخر، بين أفراد الأسرة الواحدة وبين أطراف أخرى. كما تشاهدون، علينا أن نرحب أيضا بالزميلة زينب، مشكورة زينب على تواصلها مع فئة السم عبر هذا اللقاء، والتي تحاول ترجمة هذه الحلقة، وعلى المباشر ستبقى معنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لك زينب، وأتمنى أن تكوني بخير. راكي بعيدة علينا زينب، راني نشوفك. مرحبا بك زينب. إذن المشاهد الكريم دائما يترقب برنامج والصلح خير، لأنه يعيش في الكثير من الأحيان أو في بعض الأحيان خلافات ونزاعات، ويريد الصلح، يريد التسامح، يريد العفو من هذا المنبر الإعلامي لقناة القرآن الكريم. مرحبا بكم مجددا. نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. بارك الله كيف فيك. حالك دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله، ونصلح ذات بيننا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ونرحب أيضا بالضيف الكريم السيد أحمد بالقايد، خبير قضائي، هكذا يحضر معنا للمرة الثانية. أريد أن أؤكد فقط بأنه عندما انتهت الحلقة التي كانت مخصصة للخبرة القضائية قبل أسبوع، جاءتنا مراسلات عديدة عن طريق البريد الإلكتروني والبريد العادي، كلها خصومات، نزاعات وخلافات حول العقار، وكان المطلوب منا أن نعيد ونجدد حلقة أخرى للنظر مع الخبرة القضائية على مستوى المحاكم، ما هي الدور التي تقوم به هذه الخبرة القضائية، مقاصد هذه الخبرة القضائية لفك كل النزاعات والخلافات بين الخصوم. وأيضا تشاهدون هذا الكرسي، سيحضر معنا ضيف يلتحق بنا ابتداء من الساعة 9:30 حالة السيد ياسين، الذي كنا قد شاهدناه في 2012 وعرضنا مع الزميلة نهى خلدون قضية ياسين في المحكمة، تدور أيضا حول عقار. ثم عدنا لزيارته مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري والزميلة نهى خلدون للنظر في مجريات القضية التي هي ما زالت حتى الآن موجودة على رفوف المحكمة. إذن سيتواجد معنا السيد ياسين بعد قليل. قبل ذلك نشاهد هذا الفتياخ الذي فيه عناوين الحصة. شكرا سعيد، شكرا سعيد. عناوين الحصة، نعم سيد أحمد، وأيضا عناوين الإيميل الذي عن طريقه نتصفح صفحات الإيميل ونتصفح كل الخلافات والنزاعات، ودائما تكون بين أيدي فضيلة الدكتور سعيد بويزري الرجل المصلح. فاصل ونواصل. والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021-39-43-43، 021-39-42-42.
إذن ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة: الخبرة القضائية. نعود إلى الضيف الكريم الرجل المصلح فضيلة الدكتور سعيد بويزري. لنذكر دكتور ربما المشاهد الكريم بأنه في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن الخبرة القضائية كانت بداية الحلقة بالتذكير بالآية الكريمة من سورة الفرقان بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا فاسأل به خبيرة والموسم هو فلا تنزعوا. الخبرة القضائية دكتور دائما لها أهمية قانونية، خاصة أنها تكون في الواقع، وفي الواقع عند عرض أي قضية على مستوى المحكمة يستعين القاضي بالخبير القضائي. لماذا يستعين القاضي بالخبير القضائي؟ هذا السؤال الأول حتى يستطيع المشاهد الكريم أن يتفهم الحلقة الثانية التي هي الخبرة القضائية. تفضل دكتور. لكن فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون لأسلمان وان أرثزويل تنوان والصلح. نربط بين الحلقتين بما يأتي بيانه. نعم. أولا، الخبرة فنية يلجأ إليها القاضي لتحقيق العدل. يعني هذا مقصد كبير من مقاصد الاستعانة بالخبراء. نعم. لأن الشرع يلزم القاضي بتحقيق العدل. نعم. وربنا يأمرنا جميعا بقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. هذه الغاية القصوى، الغاية السامية هي تحقيق العدل. ولكن إذا كان هذا العدل لا يمكن تحقيقه إلا بمعاونين، فتصبح هذه الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات. نعم. والخبراء هم أعوان القضاء، هم مساعدون للقضاء، وهذه الخبرة قد يطلبها أحد الخصوم وقد يأمر بها القاضي تلقائيا بمحض إرادته. أشرح ذلك. مثلا يكون نزاع عقاري على أرض ولا على دكان ولا على مسكن، مش عارفين ما قيمته. نعم. الاستيماسيون، تقويم هذا العقار. القاضي ماذا يفعل هنا؟ القاضي ليس مختصا في التقويم، ليس كذلك؟ نعم. فبالتالي يعين خبيرا من تلقاء نفسه. القاضي يعين فلانا كخبير عقاري، خبير قضائي عقاري، وهذا الخبير يعاين ذلك العقار وعنده معايير علمية. نعم. معايير فنية. نعم. يستخدمها لتقويم هذا العقار. تقدر دكتور تعطينا مثال بالنسبة للمعايير الفنية؟ لأنه الكثير من الناس سألوني ما هي المعايير الفنية اللي يلتزم بها الخبير القضائي في معاينة قطعة أرض أو عقار. نعم. أولا أكيد ضيفنا العزيز سي حمد القايد سيضيف إضافات. نعم. في هذا الباب. نعم. فأدخل في شيئا في تخصصه. نعم. فنتكامل ونتعاون. نعم دكتور. مثلا هذا الاستوديو لو طلب مني أن أقيمه، لا أعرف. نعم. لا أعرف. نقول قال الله تعالى فاسأل به خبيرا على طول، لأن القرآن يعلمنا ويوجهنا ويرشدنا. نعم. إلى تحقيق العدل. نعم. ربي قال سقسي الخبراء ليزيكسبير، شوف الإكسبرتيز. وقلنا في الحلقة الماضية خبراء. نعم. في التجارة، في الطب، في كل الميادين. نعم. نعم. ربي قال فاسأل به خبيرا، وقال ولا ينبئك مثل خبير، وقال في سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هذه الآيات كلها ترشدنا إلى الخبراء، كل في مجال تخصصه، في المجال الطبي الأطباء، في المجال المالي الخبراء الماليون، في المجال العقار الخبراء العقاريون، في جميع المجالات. وحتى في الجنايات في الجانب الجزائي يعني. نعم. أيضا هناك خبراء. بعيد الشر إذا كان صارت جريمة مثلا. نعم. فيأتي الخبير المختص في هذا ويقول في هذا يحدد ده.
نعم. من القاتل، ما لي زومبرانت، يشوف نعم. البصمات تاع الانسان نعم. والى اخره. دروك الان الخبير العقاري يستخدم الفنيات المختلفه، مثلا يشوف المساحه يعني مساحه هذا الاستوديو او هذا العقار، يشوف مثلا طريقة البناء، نوعية البناء، يشوف المواد المستخدمة في البناء إلى هذه كلها يراعيها، والأسعار وهذه الأسعار كاين قوانين تضبطها. نعم. إذا كان عقار مثلا عقار فلاحي يصلح للفلاحة، عنده موازين معينة ومعايير معينة، عقار يصلح للتجارة، عقار يصلح للسكن، هكذا. عقار عنده مثلا حقوق ارتفاق كثيرة، عنده ارتفاقات كثيرة، يعني عنده الكهرباء وعنده الماء وعنده كل وسائل والغاز إلى آخره، أكيد قيمته تكون أكبر، أليس كذلك؟ إذا كان مسكن مثلا تم بناؤه نهائيا، تم إنجازه نهائيا، والبلاط نتاعو، النوعية نتاعو، الطبيعة نتاعو، الإتقان نتاعو، حتى طريقة الصنع وطريقة الصنع، وهكذا. هذه أمور فنية يعرفها في الخبير العقاري. الخبير التجاري مثلا إذا كان محل تجاري لفوند كوميرس، يشوف لا كليونتيل، يشوف الزبائن، يشوف طبيعة النشاط التجاري، واش يبيع، والسيت نتاعو، الموقع نتاعو، يعني كاين جملة من الأمور الفنية يعرفها الخبراء. فكلما يكون الإنسان مختصا في مجال معين، كلما يكون هو أقرب إلى إحقاق الحق، إلى تحقيق العدالة. لذلك أقول أن هذا الخبير قد يعينه القاضي بتلقاء نفسه، لأنه هو القاضي، عنده سلطة تقديرية في ذلك، وقد يطلب من أحد الخصوم، لزادفيرسير هذوك، يقول احنا نحتاج إكسبير، نحتاج الإكسبرتيز، فيأتي الخبير. وهذه طريقة من طرق حل النزاع، كما قلت في المقدمة بارك الله فيك، لأن النزاع لابد أن ينتهي، وهذا من مقاصد الصلح، وهذا من مقاصد الوساطة، وهذا من مقاصد القضاء، هو وضع نهاية لنزاع قائم وفي أسرع وقت ممكن. ثم أنه فاعلية لفيكاسيتي لا يمكن تتحقق في غياب الخبراء. لو كان واحدة بيبري برك ما يقدرش. أعطي مثال، يعني بكرية أختنا جات، وسي حمد نتاعنا راه هو ثاني فلاح، يعني فهم هذه الامور جيدا. بكري الناس اللي يفريوا القضايا يروحوا بيبري برك، يعني بالنيه، كلمه بالنيه، بالكلمه يرفدوا الحبل، كلمه اللي ما عادش عندها معنى الان دكتور للاسف. يعني لا ينقلك الثقه في الوثيقه، والوثيقه والحقيقه ايضا، بين الحقيقه والوثيقه والثقه. لابد الحقيقه ان توافق الوثيقه. فأقول يدو الحبل، والحبل اللي يكيلوا هذيك الأرض يقول عندها مثلا هكذا 20 متر وهكذا 25 متر، أكيد يكون في أخطاء. ولكن هذيك النية يعني تقضي على استرجاع حقوق الغير، يعني ما الآن سمح لي بارك الجيل تعذرك، يقول لك لا جيب لي نيكسبير أقريم، وحتى يطلبوا حتى في الأمور الفنية، يقول لك ما تدريش بلاباراي هذيك، يقول لك سي دي مودي هذه انتهى، يقول لك لازم بالساتيليت، ولازم بجي بي اس، مش عارف جي بي اس، جي بي اس. سنتحدث عن قضية جوجل، والجي بي اس هذا اللي راه يعني أكثر دقة طبعا من الوسائل. إذن كلما تطورنا تكنولوجيا كلما ظهرت وسائل حديثة، ولكن هذه الوسائل الحديثة لابد أن ترافق بالنية، بهذه الأخلاق والقيم والتسامح. إذا غابت هذه القيم ولم ترافق هذا التطور التكنولوجي، يكون هناك أزمات ومشكلات. لذلك عذرتك كخاتمة، بكر ربما في قضية كبيرة جدا في لحظات تفرى بدعوة الخير وانتهى، الآن تفوت في المحاكم، الخبرة والخبرة أوراق ومستندات إلى آخره. إذا نكتفي بهذا البيان، وسنوات. فالخبرة القضائية مهمة جدا، لذلك عقدنا لها حلقة ثانية بحضور الضيف العزيز أحمد بالقايد. إليك الخط. بارك الله فيك دكتور، شكرا. سنعود إليك سيد أحمد بالقايد خبير قضائي لنسأل عن دور الخبير القضائي، حتى نذكر المشاهد الكريم ويتواصل معنا. قبل ذلك نشاهد روبورتاج للسيدة واشية. قبل ذلك أذكر بأنه الآية الكريمة لسورة الفرقان، فاسأل به خبيرة صدق الله العظيم، ثم تسلسلنا في الحديث والنقاش حتى وصلنا لقيمة الخبرة القضائية عند أي خلاف ونزاع. نشاهد الآن روبورتاج للسيدة واشية. الأبناء يعني ورثوا الأرض عني
الآباء والأباء عن الأجداد في منطقة بوغزول. عمة السيدة واشية يعني تقول بأنه هذه الأرض هي أرض أجدادنا وأرض الجدة الكريمة رحمها الله. والسيدة واشية تعرض القضية ولكنها لا تريد الظهور أمام كاميرا قناة القرآن الكريم برنامج والصلح خير. نرحب بها ونستمع إلى هذه القضية ثم نعود إلى الخبير القضائي لنتواصل معكم. تابعوا معنا. سيدة واشية مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. الله يسلمك بارك الله فيك أهلا بكم. يسلمك. إذا قضية الأرض سيدة واشية فيها خلاف، تقدري تعطينا الخلاف هذا من أين بدأ بالنسبة لهذه الأرض؟ هي الحكاية تاع الأرض هذه بدأت نقدر نقوله من رابع جيل، يعني نقدر نقوله من جدود أجدادنا. لا كاتخيام جينيراسيون. لا كاتخيام جينيراسيون. الجد تاعنا هذايا خلى ثلاثة كورة وطفلة. واحد منهم الجد تاعي. الجد تاعي هذايا جلب للولاية هذه اللي رانا فيها، جاي يخدم وخلى الأرض هذه قاعد فيها خوته وأخته. توفوا للوالدين تاعهم. ومن بعد الجد تاعي كان يروح يزورهم من عام للعام، يجيب الحصيد تاعهم واش كاين، يعطيو له حقه هكذا تاع الارض. وكانت اختو تبغي يتناقشوا على ذيك الارض باللي يسال فيها، باللي هذيك هم عارفين هما هذاك الوقت ما عندهمش وثائق، ماشي موثقين الاراضي ثمايا، الاكثريه ما همش موثقين. اي ما كانش وثائق. وما همش موثق في المنطقه هذيك، نقولوا كامل الاراضي ما همش موثقين. مسجلين بصح ماشي موثقين. يجي نهار صف عندها عامين، جا وليد وليدها عند العمة تاعي وقال لها رواحوا تشوفوا الأرض تاعكم، خاطر يما الكبيرة راهي خلت وصية تقول فيها باللي هذا الأرض مانيش نسال فيها وحدي، نسال فيها أنا وخويا اللي راح يخدم في الولاية الأخرى. دونك المشكل انه يتسال فيها ويسال فيها خوها اللي راهو في ولايه اخرى. ما حبيتيش تذكريها. طيب المشكل كي رحتوا؟ المشكل حنايا كي رحنا كان عندنا ظروف ما رحناش، رحنا هذا العام اتصلنا بهم لحقنا لهم حتى البيت تاعهم. استقبلوكم؟ استقبلونا احسن استقبال. ومن بعد حنايا ما قلنا لهمش بلي رايحين للارض، رحنا للارض عيناها، شفنا الجيران اللي متحدين معنا في الارض هذيك، وقلبت حنايا مجدود جدود نعرفوا هذه الوصيه باللي انها الارض هذه السيده هذه تقول باللي خويا اللي في الولايه الاخرى يسال معايا هذه الارض ماشي وحدي، عندها زوج خوات واحد اخرين كانوا ديسباغو ما صابوهم شيء فرنسا، وقت فرنسا راحوا، وهي تقول ادوا الوصيه لولاد خويا بالله الارض هذه باللي مانيش وحدي فيها. مع العلم قبل ما يموت الجد تاعي كانوا يجيبوا له حقه، ولا هو يروح يجيب حقه من الغله تاع الارض، المحصول تاع الارض هذه. نهار اللي اتصلنا من بعد كي عاودنا ولينا ليهم قلنا يا ودي راهم الجيران راهم هما يحكيو هما يحكيو، نطق واحد من الاجيال الجديده اللي راهم قال لك لا نسال فيها وحدي، وحنايا حنا اللي كنا نخدموا الارض هذه. شكون هذا اللي نطق؟ وليد من وليد وليدها؟ وليد وليدها. ايه هو كاين هما ولاد ولادها، كاين زوج اللي جاب لنا الوصيه عندها عامين توفى، وهذا خوه الثاني. نهار اللي رحنا لخوه الثاني قال لك لا حنا رانا جدود جدود نخدموها. احنا قلنا لهم ماناش نسحقوها يعني ماديا نديوها، ولا حنا نحوسوا نوثقوها للتاريخ ونطبقوا الوصيه تاع العمه اللي راهي تقول باللي هذه الارض، وحنا ثاني عارفين باللي الجد تاعنا كان يقولنا الارض تاعنا في المضرب الفلاني في بوكزول تحديدا في حبيل. طيب انتم شفتوا خبير قانوني ولا النوتير موثق باش يشوف كيفاش باش تتحصلوا على الوثائق تاع هذه الارض؟ حنا كي رحنا للبلديه تاع بنهار، هي تبع البلديه بنهار، قال لك بلديه بنهار في بوكزول. نعم هي تابعه للبلديه، هي باسمها حبيل تابعه للبلديه بلديه بنهار. نعم ميه. قال لك لازم تديها للعداله
والعدالة هي اللي توصل لك تحدد لك ان اكسبير خبير هو يروح خبير عقاري. عقاري هو اللي هو يشوف لك الحدود. بصح الحدود احنا جبناهم، احنا عندنا الحدود وعندنا الجيران، الاسماء تاع الجيران كامل اللي متحدين معانا. وشنو هو قال لك؟ لا لا، قال لك هذه الارض نتاعي وتاع بابا، ما تدناوش وما تقربوش ليها. هو كي قال الارض هذه تاعي وتاع بابا ما عندوش الوثائق، ما هيش موثقه. انا نقول لك الاراضي تاع بوكزل حتى واحد ما عنده وثيقه تقول باللي تثبت انه هذه الارض تاعو. قلبك يصفو سامح. إذن كانت هذه هي قضية سيدة واشية في منطقة بوكزول. نعود إلى البلاتو أولا وقبل كل شيء للترحيب بسيد بناني ياسين ضيف هذه الحلقة. كان قد عرض القضية في 2012 مع الدكتور سعيد بويزري، ثم عاد الدكتور لزيارته في بيته في إطار ركن نزوركم في بيوتكم. نكتشف هذا الضيف بعد قليل. أنت الرابع سامح واصفح. إذن مرحبا مجددا، مرحبا بك سيد ياسين بناني معنا في برنامج والصلح خير. يعني نذكر المشاهد الكريم بأنه في 2012 زارتك زميلة نهى خلدون في البيت تاعك عند عرض قضية هي راهي في المحكمة، وهذه القضية فيها خلاف بينك وبين الخصم ديالك، معك فضيلة الدكتور سعيد بويزري وأيضا معك الخبير القضائي الذي جاء للنظر في هذه القضية، قضية سيد بناني بين أيدينا. قبل ذلك، قبل ما نعود نذكره بالقضية سيد بناني، نقول للخبير القضائي لمعرفة دور الخبير القضائي في ميدان عمله للنظر في أي قضية من القضايا، خاصة وأن الخصوم يكونوا مع الخبير القضائي في حالة المعاينة. تفضل سيدي الكريم. شكرا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Je voudrais rapidement expliquer le rôle de l'expert judiciaire. Oui, voilà. Le rôle de l'expert judiciaire est déterminé par la mission du juge. Oui. لازيادة لا نقصان. عنده مهمة في الحكم اللي يخرج عليه، اللي يخرج وينتعين فيه، يطبق هذيك المهمة بالحرف. إلا كان نقص هاي الإكسبرتيز رجلي، ولا كان دار زيادة وخرج لي أور سوجي. فوالا، هذه النقطة الأولى. وحبيت نقول باللي لو دو ليكسبير جوديسيير وي إلي تكنيك انفورماتيف اي اوبجيكتيف. تكنيك انفورماتيف اوبجيكتيف. اوكي، يعني هي الخدمة تاعو تقنية. نعم. وانفورماتيف لازم يعلم القاضي اللي عينه. و اوبجيكتيف عنده ان بوت لازم يلحق لعنده. الموضوعية تكون فيها. هذا ما كان. هذه هي الاخرى الرود اكسبير. سير انفير لو ميم لازم يكون كومبيتون، ولازم يسمع لي دو بارتي. وكي يخرج للميدان يعين لي دو بارتي، يبعث لهم دي ليتر ريكوماندي ولا بارفو دو سي. بالك اللي قاعد يخدموا التليجرام، التليجرام هذاك ما يصلحش تليجرام، ياخذ ربما من الوقت، ما يوصلهمش في الحين. هذه الاولى. وي هذه الاولى. التليجرام يقدر ما يوصلش، ولا يقدر يوصل. دونك يوتيليزي كوا بور توشي لو كونفلي. Pour éviter ça, il faudrait envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception ou par voie d'huissier. هنا الخصم يقدرش يهرب، لكن تبعثوا تليجرام يقطعوا يقول لك ما حكمتش، ما يجيش قعدك نهار، ما يجيش فوالا، هذاك النهار ما يجيش. هذا والاكسبير اون فاليوم دو ات امبارسيال. كاين حق دايور ما حق يشوف كوتي تكنيك، كاين اون اوفرتور سو لو تيران تاع لادفيرسير يقول لك كاين اون اوفرتور فوالا. لا ديستونس شحال كاينه؟ كاين متر، زوج مترات، اربع مترات، 10 مترات، ها هو واش يهضر الخبير. بصح لازم يجيب الحقيقه للمحكمه ولا للمجلس. علاه؟ باسكو هما يعينوه. الاخر اون ا توجور دي كو ليكسبير جوديسيير اي لي زيو دو تريبينال او دو لا كور. تري بيان. هو العين تاع المحكمه او تاع المجلس. والرول تاعو مع لو جوج لازم يطبق المهمه اللي عطالو بالدقه. لو جوج. وي. مع لو جوج. ولازم لو ديلي امبارتي
يدوا با ديباسي غير اللي كان مهم هذيك تسحق وقت زياده يطلب من القاضي لعينه باش يزيد له ان برولونداسيون تاع الديلي سينون اي تنو دو ريسبكتي لو ديلي علاه باسكو القاضي عنده قضايا ماشي وحده ولا كان ما طالش القضية اللي قالوا فيها في المدة اللي عطالو القضية يقدر يسرابير تلبي إذا كان قالوا في شهرين لازم في شهرين ما كاش كما قلت يقدر يطلب اون برولونغاسيون إذا كان شاف باللي القضية تطلب هذا الشيء هذا. طيب السيد بالقايد شحال ياخذ من الوقت ليكسبير لأنه السيد بناني هذا الخبير القضائي الأخير لو جوج المحكمة قالت له عندك ثلاث شهور فإذا به بعد سي موا باش عرف واش خدم ليكسبير. هل كل قضية عندها لو طون ليميتي تاعها ولا عندهم لو طون في نفس كل القضايا تدخل في نفس في نفس الوقت؟ نعم دو بوينت تاع القاضي اللي عين الخبير. نعم اذا كان عطى له 3 شهور باسكو الشاف القضيه تستهل 3 شهور بصح كاين مرات اخرى كيروح للخبير القضائي البرا يلقى ماشي هذاك نفس المشكل يلقى دعوه كبيره ثم واش يدير الخبير يطلب من القاضي يقول له زيد لي وقت باسكو هو ويفهموا ولازم يجيب له كاع المشاكل يقول له دي هو المشكل اللي كان ها واش كاين ها واش كاين ثم القاضي بعد يشوف اذا كان يزيد له شهر ولا شهرين ولا ثم القاضي هو اللي يعين شحال يزيد له دونك ليكسبير دو دوني تو لي ديتاي للقاضي باش يقدر يمدد له في الوقت او لا هذيك هي هذيك نعم. وباش شفت شحال الوقت لازم يمد له طيب ومن بعد نهار اذا كان ما دفعش باسكو الاخر لو دوموندور ولا الديفوندور هو في مخه عنده 3 شهور ومن بعد الا كان في 3 شهور ما حطش القضيه تاعو في المحكمه الخبر تاع الخبره القضائيه ما حطهاش كيجي لعندو الديفوندور ولا الدوموندور اللي جاب له الحكم يقولوا عليه يقولوا بدي ها القضيه تاعكم شويه صعيبه يعني طلبت من القاضي هو زاد لي مده شكرا زاد له مده بارك الله فيك فيك بارك الله حبيت اضافه ولا نبدا دوكا لو تيغان راهو في استوديو برنامج والصلح خير نعم. معك سيد بناني نذكر برك سيد بناني باللي منذ 1959 في حي البدر عندكم قطعه تاع الارض وعندكم سكن تما وعندك ورشه تاع تلحيم هكذا ولكن عندك الحيازه ما عندكش لاكت تاع الحيازه تاع الا القطعه المتنازع عليها هذه هي ماشي الملكي البيت داكو لا. وليس الملكيه في 2008 جا سيد ان انكونو اللي هو سي ان انتربرونور مقاول احنا ما نذكروش الاسماء في برنامج الصلح وخير يعني تعدى على هذه الارض وقال لك عندي لاكت وعندي لي بابي ويقول باللي هذه القطعه شراها من شركه خاصه مجاوره للارض ديالك ولبيتك وهي فرنسيه نعم والشركه الاجنبيه تقول باللي انا ما بعتش هذا الارض لهذا السيد الا واحد جي با بوندو فوالا الا فوالا والخصم يقول انا عندي عقد وين احنا نسكنوا في 684 نعم. حي البدر نعم ويجيني المحضر القضائي قال لي عندك الطرد من القطعه 13 طريق الولائي باش جراح يعني هنا العنوان مخالف لعنوانك اون اوتر ادريس حنا لو ليتيج اللي ناطق كاع لا بلو غوند كيستيون وين انا نقدر نخسر امام المحكمه نعم انه لو جوج لما يشوف السيد يسكن في حي البدر القطعه الارضيه المتنازع عليها في الطريق الولائي رقم 13 وانا نسكن في حي البدر وانا نطالب بالحيازه واش من حاجه اللي تثبت انه هذا القطعه الارضيه راهي قدامي وانا راني حايز عليها ما دام العنوان راه مخالف للعنوان الحقيقي وين راك انت بارك الارض الله ديالك نعم. بعد ما مشينا ويعني كان خرجت من المحكمه العليا قرارات انه لغات كل الاحكام اللي خرجوا لنا بها لي زيكسبيرسيون القاضي هذه المره من المجلس امر ليكسبير باش يروح الى شومان دو ولايا نيميرو 13 ويشوف اذا كانت هناك قطعه ارض يتنازع عليها الخصمان ويعطينا لي رابور ديتاي لي ليميت يعني كلش اي با لو رابور ديكسبيرتيز يخرج ما كاين لادريس ما عطى لي ليميت ما هضر وين جايه القطعه الارضيه وجا ليا الحي البدر نعم
كي ديتو للشومان دو ولايه نمبر 13 قلت له هنا رانا في الشومان دو ولايه نمبر 13 علاش تجيني انا الحي البدر بوركوا اكسبرتيز حي البدر قلت له جوج اي تا دوني دو كيستيون سامبل اي فاسيل روح للشومان دو ولايه نمبر 13 وكي اللي طراب في الشومان دو ولايه نمبر 13 كي راح للشومان دو ولايه نمبر 13 فيه 8 كيلومتر وين طيب سي لو جو دادريس فوالا من دكتور بلوتو سيد بالقايد أحمد خبير قضائي أكيد أنه قبل أنه يدخل سيد بناني معنا البلاتو برنامج الصلح وخير اجتمعتوا وشفت القضية لأنه عنده ملفات عديدة وأوراق ودي فوتوكوبي نحن دائما نتحدث مع فضيلة الدكتور بأنه الواحد يدخل المحكمة يجيب محفظة تاع وثائق عادي صحيح. لأنه القانون يطلب ذلك طيب القضية تاعو سي كوا لو بروبليم جوست بعد ما نعرضوها في برنامج الصلح وخير وهو ويقول انا راني ضحيه والخصم تاعي راهو في ارضي طيب فيزيت اكسبير عليزي نعم هنا يعني كنشوف القضيه يعني والله غير بنادم يقعد حاجر طلعت على كل وثائق لانه نعم. عندي وثيقه نعم شفت نعم. داخل الوثائق تاعو نعم. كنت نشوف الوثائق كاع والله بنادم يقعد حاجر على حسب اقواله عنده قطعة أرض من 1960 هكذا سيد بنان من 1960 هو ثم بابا ثم هو قبل الاستقلال قبل الاستقلال وبالك هو زايد فيها ثم نعم وبعد بون تو دانكو يا كيلكان كي اريف ويقول لك التراب هذا تاعي لوكيب لو تيغان والاخر لو كرون بوان دانتيروغاسيون كاين هنا انا على حسب عقليتي كاين شويه حيله كان شويه حيله علاه باسكو هذا ما نوع هذه الحيله نعم الحيله كيفاش نوعها شكون مارسها شكون ليجيسيد يقول لك ضحية. نعم. هو ضحيه نعم دونك الحيله استحملت التحليل حولي نعم تفضل انجاز الوعد بالبيع ماشي عقد انجاز الوعد بالبيع هذا لو مو كو منين جا انا نعرف كاين وعد بالبيع نعم ولا عقد ديفينيتيف انا هكذا نعرف نعم نعم طيب. كاين الخطوبه ومن بعد الزواج نعم. ما كاش انجاز الخطوبه التي تفاهمنا عليها انا هكذا نفهم نعم طيب واصل سيد احمد وهذه الحيله هذه يستعملوها باش يربحوا القضيه درك على حسب قول سي بناني قال لك باللي نهار بدات لافير هذه ما عطاوش العنوان تاعو الصحيح عطاو عنوان واحد اخر نعم وحكموا عليه بالغياب هكذا سي بناني نعم. حكم على غيابين نعم. وفي هذيك القضية مشات دونك هو حس روحو ضحية هنا تستعمل الحيلة وين هو ما على بالوش دونك هو اللي ضحية هنا نستعملو البروبليم هذا وانا هنا وين نشوف كي الخبير كي على حسب واش يقول سي بناني عطوا له مهمة كما قلت درك انا في الأول المهمة يطبقها بالحرف نعم. قالوا له روح للطريق الوطني رقم 13 يروح للطريق الوطني رقم 13 كما يقول الجوج هذا ما كان نعم. ماشي في الحكم كاين رقم الطريق الوطني رقم 13 هو راح لحي الباب ما كاش منها نعم ما كاش منها انا الاخر سبناني يقدر يرفع الدعوة ضد هذا الخبير هذا واش فيراسيون دوميسي دعوة قضائية ضد الخبير نعم فيراسيون دوميسي واش راك تجي دير في حي البدر عندك جوجمون في الاخر في لوت نسيون المرتلس روح لوت نسيون اديها كاع انا عطيتها لك يا اخي قولوا شي ادي لوت نسيون المرتلس اديها كاع بصح في الحي البدر ما عندكش ان جوجمون باش تجيني لداري هذه هي طيب راح نوصلوا بالنسبة للقضية لأنه فيها بعض يعني بعض النقاط اللي راح نفيدوا بها أيضا المشاهد ونستفيد جميعنا من هذا الخلاف وإحنا دائما في برنامج الصلح وخير سي بناني نقولوا والصلح وخير حبيت نسقسيك قبل ما نقولوا المشاهد الكريم تتكلم مع الخصم تاعك اسم تطلع عليه ما نعرفوش ما تعرفوش عمرو ولا جاك ولا جامي الأول مرة كي جاك ما يعرفنيش أنا وتشي ما يعرفوش حدثت مشاجرة بيناتكم إيه جا هو في 97 نعم بون أنا نسكن دوك جابيت أيوغ باسكو لو ليو هذاك تاع دار جدي الله يرحمه لو كونفلي بدا 2008 قلت لي 2008 نعم. جيني غيابي باسكو جو نابيت با أو شومان دو ولاية نيميرو 13 نعم قال لك بلغناك وعطينا لعمك سينيا وين عمي سينيا شكون هذا عمي قال لك شخص قال أنه عموك عطيني عطيني ليدونتيتي تاعو نيميرو ديدونتيتي شكون سينيالك قال لك رفض الامضاء
ما حاولوش الناس يصلحوا بيناتكم؟ قال شهدوا الجيران باللي لا شهدوا الجيران باللي هذه ارضكم. شهدوا يسير شهدوا كامل وشهدوا كما يقول واحد جات يندير جاو بون لا جوندارمري داروا اون بتي تونكات وكل حاجه نهار ديبوزينا اون بلان دو فالسيفيكاسيون اون بعد لو تو اي تي اريتي علموها عند الله كما يقول واحد ونهار ليكسبولسيون سو كي بيزار. نعم كيفاش ليكسبولسيون تندار ويقول طرابي وعندي انجاز الوعد بالبيع؟ نعم يديروا التنفيذ الجزئي في غياب المحكوم عليه. نعم ويخلي لي 300 متر في حي البدر. سنصل الى 300 متر هذه اللي يخليها لك الخصم تاعك. نعود الى المشاهد الكريم من اراد ان يتصل بنا لعرض قضيه تتعلق بالخبره القضائيه، اي قضيه تتعلق بعقار، فما عليه الا ان يتصل بنا ونحاول اصلاح ذات البين مع فضيله الدكتوره سعيد بوزير، ونستفيد ايضا من خبره الخبير القضائي. دكتور، نعود الى سيده وشية اللي عرضت القضية تاعها قبل قليل، تقول باللي الأرض في بوكزول هذه الأرض ما عندهاش الوثائق، تقول لك هما عمرهم ما راحوا لها، ولكن العمة تاعها والأب تاع سيدة وشية يسالوا في هذه الأرض اللي ما راهيش موثوقة. لما راحوا قالوا لهم أنتم ما عندكم حتى علاقة بهذه الأرض. السيد اللي كان تما قال لهم هذه أرضي. كي قال هذه أرضي سألناها قلنا لها عنده أسكو عنده لي بابي تاع هذه الأرض الوثيقة ولا حق الملكية؟ قالت لك نو ما عندوش الملكية. قالت لك حنا ماناش حابين نتخالفوا معاه ولا كما قالتي ندوسوا معاه ولا نتشاحنوا معاه، حنا حابين برك هذيك الأرض تقعد للأجداد. طيب دكتور تفضل. لك الفضل. هو في الحقيقة كثير من النزاعات نعم التي تقع العقار لأسبابها من أسبابها نعم عدم وجود وثائق، لأن واحد كي يملك حاجة عنده عقد ملكية وكثير من الأراضي ما عندهاش عقود. نعم بكري قبل واحد جانفي 1971 كانت العقود العرفية معتبرة لها قيمة قانونية. هذا موجود في القانون وكذلك في الأحكام والقرارات نتاع المحكمة العليا في الجزائر، ولكن بعد ذلك القانون اشترط رسمية معينة أشكالا وأوضاعا معينة لابد من احترامها باش العقار ينتقل من إلى من البائع إلى 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 المشتري أو من المورث إلى الورثة. هذا من جهة. من جهة ثانية كينسب المشكلات عدم تقسيم المواريث في حينها. هو من جهة مظهر نتاع النية في المجتمع. تلقى واحد مثلا يعني اليوم استقبلت قضية الجد مات في الجد الأكبر يعني مات في 1926 ولم تقسم التركة إلى غاية 2015. اليوم استلمت الملف نتاعهم، اليوم بالذات استلمت الملف نتاعهم. يعني شوف شحال اللي ماتوا. المورثون ماتوا وتركوا ورثة، والورثة أصبحوا مورثين ماتوا وتركوا الأولاد والأحفاد وهكذا. والأرض تنسات معالمها تنسات، وهذا يسمح للناس اللي عندهم طمع في قلبهم للاستيلاء على هذه الأراضي. نعم. يروح يحكم الأرض يخدمها عام عامين يقول هذه نتاعي، ولكن مين جابها؟ لذلك ظاهرة فينومين هذه ظاهرة عدم تقسيم المواريث في حينها. نعم. وهذه القضية أمامها. في الحلقات اللي فاتوا كنت دائما ذكرت قول بعد وفاة الأب لازم تديروا الفريضة، ما طولوش عليها. لازم الفريضة. وجينا تساؤلات وين ما يديروش الفريضة يقول لك 15 سنة يخليوها بعدين. لهذا ربما وبعضهم نعم. عندهم واحد العذر يقول لك لا احنا باش نحافظوا على التحام لحمة العائلة. نعم. نبقاو متوحدين، ولكن شحال 10 15 20 سنه النهار يفتحوا الملف تظهر المشكله. مثلا كان الارض ما عندها حتى قيمه. نعم. النهار اللي الدوله ادتها باش دير طريق ولا كذا كان تعويضات ماليه. نعم. ثم يظهروا حتى صارت يعني نكت ودخلنا في قضايا كثيره جدا، قلنا لهم علاش ما طلبتوش الارض هذه قبل 20 سنه؟ نعم. يقول لك النهار اللي كانت الارض ارض كانت تراب خليناها، كي تحولت الى دراهم هنجيو حوسنا عليه. هنا كان في 17 مليار راني يصح لي 2 ملاير 3 ملاير. اما احيانا بدافع يعني من ورثة هذون ولا بدافع من اولادهم واحفادهم يقولوا راح تجيب لي 2 ملاير. نعم. انا ثاني نبني ونجيب سياره وكذا وكذا. نعم. يعني هذه مشكله. كاين مشكله اخرى
انه الارض يكون ما عندهاش قيمه، ولكن النهار اللي يكون عندها الكهرباء والغاز والطريق وكذا تولي عندها قيمه. فوبعدين يجي الورثه ويطلبوا يفتحوا الملفات وراهي الملفات وراهي الحقوق وراهي، اليس كذلك؟ لذلك نقول لهؤلاء اولا لكل مشكله حل، ولكن نهار القضيه طولت وصلت الى هذا المستوى تحتاج الى وقت، تحتاج لازم يرفع النزاع. عندهم الان او ثلاث حلول. الحل الاول اذا كان الكاداستر فات من ثم وكذا يعني، وطبعا في جرات شرحناها في موضوع مسح الاراضي، يكون ترقيم مؤقت لمده عامين، واذا كان هناك اشكال يطرح الاشكال على مستوى الاداره، اداره نتاع مسح الاراضي، واذا كان بعد عامين يولي الاشكال او الاحتجاج قضائي، كل هذا شرحناه. اما هكذا عن طريق المسح يعني مصلحه مسح الاراضي او مديريه مسح الاراضي. الطريقه الثانيه بالصلح، البرنامج من مقاصده الصلح، الصلح نعم الصلح، وبعدين يجيبوا الخبير وكذا الى اخره، نحدوا الحدود ونشوفوا الجيران اذا ما كانش معارضه ما كانش اشكال الى اخره. واذا كان فيها مشاكل يطرح الموضوع الامر على مستوى القضاء. وكي يطرح على مستوى القضاء، وطبعا القضاء عنده كل وسائل من اجل ايجاد الحل لهذه المشكله، تعيين خبير وفتح تحقيق وهكذا. زيد فيه مسألة أخرى مهمة جدا، بعد 2008 وبالذات في 2009 شرع في تطبيق التعديلات التي حصلت في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، خاصة في المادة 994 وما بعدها، وين القاضي يستعين بما يسمى بالوسيط القضائي، الميدياتور جوديسيير. يعني لا ميدياسيون جوديسيير هذه أيضا مهمة، يعني هي صلح ولكن بطريقة بين قوسين رسمية قانونية رسمية قضائية. نعم. فبالتالي إذن الوسط القضائي يستدعي طرف النزاع ويفتح معهم الحوار وكذا، وينظر في الوثائق الموجودة ويستعين بالخبراء أيضا وهكذا. المهم النية برك، كي تكون النية لكل مشكلة حل. وهذه القضية ندعوهم يعني على الهواء مباشرة إذا كان عندهم الموافقة جميعا من جميع الأطراف باش يعرضوا القضية نتاعهم ألمياب بطريقة ودية، نحن مستعدون لتقديم الخدمة وحل هذا النزاع بمعاينة مكان النزاع. والحمد لله الخبراء موجودين ونتعاون معهم ونجد حلا وديا سريعا للقضية إن شاء الله. دكتور، إذا أعود إلى المشاهد الكريم لأذكر بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة بين الحين والآخر، ألا وهي 021-39-42-42 021-39-43-43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00-213 في حلقة اليوم عنوانها الخبرة القضائية. أعود إلى الضيوف الكرام. فضيلة الدكتور سعيد بويزري، في 2013 بعد زيارتك لسيد بناني في بيته والنظر في القضية وكل الوثائق اللي تلم هذه القضية أو هذا الخلاف، كيف كان انطباعك دكتور مع أنه الخلاف لا زال قائما إلى حد الآن؟ نعم، صراحة انطباعي هو كالآتي. أولا أستاذ بناني الأخباني جزاه الله خيرا، يعني كان موضوعيا جدا وقدم جميع الوثائق الثبوتية وجميع الأوراق التي تخدم هذه القضية بطريقة علمية منهجية وبطريقة مرتبة. فللأسف يعني وقع عليه الظلم، وقع عليه الظلم. وحنا دائما نقول واحد العبارة أرجو أن نسمعها بقلوبنا، الشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. أعودها، أشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. نعم. الإنسان كي حينما يصير له حق وضاع لابد لا يضيع حق وراءه طالب. نعم. ولكن لابد من دعمه، لابد من تذليل العقبات الزوبستاكل اللي يلقاها في الطريق. لازم الشريعة واضحة والقانون واضح، ولكن البروسيدير ايضا الاجراءات واضحه. نعم. الان قبل حين الاستاذ احمد بالقايد وضح دور الخبير من ناحيه الشرعيه ومن ناحيه القانونيه. نعم. لازم الخبير ينجز المهمه المسنده اليه بدقه. القاضي قال له دير هكذا، دير هكذا. اذا كان لا درايس هذاك العنوان راح كذا، لازم يروح لهذاك العنوان. وانا صار خلل يعني، صار عليه الظلم واضح في هذا المجال. وقد بينه، وإذا كان ممكن نرجع الخط لهم مباشرة عليه مباشرة. يزيد يعني يحكي مع السيد الخبير إن شاء الله تعالى، وربما مثل هذا اللقاء إن شاء الله يساهم ويسهم في إيجاد حل عادل عاجل لا آجل. نعم. شكرا دكتور سعيد. هل هناك اتصال أم نواصل النقاش في
إذن في انتظار اتصالاتكم. إذن نعود إلى السيد أحمد بالقايد خبير قضائي وإلى قضية السيد ياسين بناني. قبل قليل تحدث عن الخبير القضائي، كيفاش قيم الخبير القضائي هذه الأرض؟ يعني استوقفت قلت رايحين نعودوا للطريقة اللي يعمل بها. قبل ذلك في تقرير الخبرة القضائية رابور ديكسبرتيز، سيد أحمد من فضلك لو رابور ديكسبرتيز، هذا هو هذا اللي يوصل للقاضي. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وراني السيد بناني قال لي هذا الخبير خدم مخطط تحديد حدود ملكية عن طريق جوجل، يعني حددها عن طريق جوجل. هل هذه الطريقة عادية أم ربما ولا عن طريق جوجل؟ هل هي مبدئيا طريقة أولية لاكتشاف الحدود تاع الأرض ولا طريقة تقنية يخدموا بها الخبراء في لوتيرا؟ سيد أحمد ممكن تكبر أرجوك. نعم تفضل سي بالقايد. اجي تفضلك. ننتظر سيد أحمد يكبر الصورة. تفضل. نعم. الخبير كيتعين الخبير كيتعين للمهمة، يعني واش لاحظنا، يعني احنا اسفين شوية، لاحظنا كيكون خبرة عقارية. نعم. بعض بارفوا اون ديزين ان اكسبير دو باتيمون. On désigne un expert de génie civil. Oui. On désigne même un expert de l'agriculture. Oui. Où il dit qu'il est un expert d'agriculture. Non, non. Un expert d'agriculture. Je ne peux pas être un expert d'agriculture. Il est un سمعت يكذب دروك كيخدموا سولا الاخر كيما الخدمه تاع سبناني سي لاكارت جوجل. لا لا الخبير العقاري عنده الى سون بروبر ماتيريال وعنده. راهي على الشاشه، عاود رجعها من فضلك سعيد. هدف اللقاء الاول مع فضيله الدكتور لو ليتيجا ولا هنا اللي تحدث عليه الوثائق المقدمه من عندي. نعم. هادو سي دي بلان كاداسترال. نعم. هادو سي دي بلان كاداسترال دو 1996 كي اون ايتي شانجي اون 2004. نعم. هنا ليكزيستونس تاعي جو اكزيست 2004 وليت ما نيكزيستيش. جا السيد. نعم. جابو خبير نورمالمون لو بيان الي سي ان بيان دون سوسيتي فرونسيز ما نسميوهاش. نورمالمون الخبير اللي يكادستري هذيك لا ريجيون سي ليتا سي الكادستر. نعم. والاشكال ماهوش مع المؤسسه تما. وحنا هنا ما عنديش اشكال مع المؤسسه. نعم. ما خسرت معايا في الشرع في اول مره. نعم. وحنا هنا عندنا لو كادستر اون 2013 الى كادستري لي ليو الى دوني لا ريبونس عليك. عطاني لا ريبونس المالك. سيارة سيد احمد عندهم الصوره. نعم. المالك المسجل مجهول. هاوليك المالك المسجل مجهول. مجهول. طيب بالنسبه للمالك المسجل مجهول يعني وزيت اكسبير تفضل فهمنا مثلا يقول. نعم سيده نجد لو كاداس كونت باس كوم سا اون ميلا مونسيون انكوني مجهول يعني انكوني. وقتاش ندير مونسيون انكوني كي نحقول البلاصه هذيك كي نقول هذا التراب هذا تاع منه ولا هذا الدراري تاع منه يقول لك ما على بالناش تعملها ثم يحطوا انكوني. دونك ثم يحطوا انكوني وفي كاداس تبقى انكوني ماشي بصح نهار يبان مولاها. نعم. نهار يبان مولاها يروح يتصل بمديريه مسح الاراضي. يتصل بهم ولا يدير سكو نابيل اون دوموند دو ريغولاريزاسيون. نعم. وهذه يديرها الا كان عنده اثبات بلي تراب هذا تاعو يديرها ديريكتومون لا كونسيرفاسيون فونسيال. يدير الدوموند تاعو دو ريغولاريزاسيون ديريكتومون لا كونسيرفاسيون فونسيال باسكو عنده بيان بلي تراب تاعو. ثم هذاك الموتيف هذا انكوني يتنحى. ولكن ما عندوش وثيقه باللي تراب هذا تاعو ويقول باللي تاعي ثم يدير لا دوموند دو ريغيزاسيون تاعو يديرها لا ديريكسيون دو لا كونسيرفاسيون فونسيير. علاه؟ باسكو كاع لي زارشيف راهم في لا ديريكسيون دو ولايه. يدير ثم ومن بعد هما لا ديريكسيون دو لا كونسيرفاسيون فونسيير يديروا اون انكيت عليه وبالك يديروها غيابين عليه
باش يجدوا الحقيقه الا كان صح الطرب هذا تاع سي بناني. وبيان سور قبل ما يدير لونكيت ياخذ عليه معلومات يدير ميم كاع المعلومات اللي لازمه عليه باش في لونكيت تاعهم ما يلقاوش اشكال يحوسوا تاع من تاع فلان تاع فلان الا كان شافوا لي زانفورماسيون اللي جابوهم من برا كوريسبوند افيك لي زانفورماسيون اللي مد هو ثم بعد هذاك الكلمه تاع مجهول تاع انكوني يتنحى وينحط اسمه ثم ويستنى لي فريفونس تاعو يخرج. نعم حبيت اضافه سيد. نعم تسالوا القضيه هذه بدات في 2008 من 2008 رانا في 2015 جبت انايا اجوبه من 2013 2010 2011 عندي كل اجوبه. هو من 2008 عقد في الشيوع وما راحش للكادست يسجل نفسه. سيدي انا عطيت لك كوبي كادسترال يا خادم الدوسي تعمل تاع لو ليكسبير كي ايتي فورني للمحكمه 2015. القاضي عاود قال له راك داير لي نقاط 1 2 3 5 6 شكون في الخمسه وشكون في السته وشحال فيها المساحه وراك تقول لي درنا تنفيذ جزئي في غياب المحكوم عليه وانا راني تم. هذا محضر قضائي راه محلف نورمالمون يقول بحضور فلان بن فلان كان وليده تما وانا اللي دخلته القطعه الارضيه خاطرش الحومه حبت تاكلو كانوا راح يقتلوه. نعم ما يديش تراب هذا سي لو جوجمون بوبليك. ما نساوش حاجه انه القاضي يحكم باسم الشعب ووكيل الجمهوريه يحكم تحت رئاسه الجمهوريه. هذه لازم تفهموا عليها. لو جوجمون بوبليك كانوا حابين ياكلوه لو كان ماشي انا كان راح ينضرب السيد ويموت. نعم خليته قال ينقسموا تراب. يا هل ترى انت تراب اللي عندك في القبه يدير 250 الف يا ناس اون 2008 طيب 2500 دينار لو متر ليكسبير اني نشوف فيها بالك فولي اجوتي كيك شوز بارابور لقيمه تراب. لا 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 في القبه راهي بارك 200 2500 دينار لو متر يعني بور اتر بريسي حي البدر باش جراح. نعم نعم دون ان انجل بيردو وحدك. نعم ماك حتى واحد قدامك 2500 دينار لو مات. لا بلو غروند كيستيون كون فاس بوزي لو غران جوجمون جو اكزيست هنا بالعقود ديالي دوبي 1959 بلي روجيست دو كوميرس تاعي اسيدي نستعملوا جوجل. نروحوا لسي جوجل ديالنا هذا يعطينا لي زيماج دو 1996 شكون اللي راه تم اون 97 شكون اللي راه تم شكون هو تم. طيب اون 2000 سمحي لي الاخت اون 2013 داروا لي ليكسبيرسيون ايزون ليسي 300 متر كاري. نعم نعطوا لها اون استيماسيون دو 10000 دينار اسيدي. كيفاش 300 متر كاري الشركه سامحيني الشركه تبيع للسيد اللي جا في 97 الحي البدر وانا اللي راني بالاملاك تاعي ويقول كسرنا القفل وجبنا الشرطه هذا كله كذب. والناس راهم حضور وكان يعني الناس يعيطوا دوك يقول كانوا شهود يقول كسرنا القفل. ما معنى القفل؟ معناتها سيتي كلوتوري على بالك اون اشيت ان تيران كي كلوتوري سي غاف. خمم تاع من هذيك لا كلوتور علاش كسرت وعلاش جات لابوليس وذا في اي عنوان وعلاش الشركه بعت له ليه وانا دوبي 1960 راني تم 2500 دينار يبيعوا لي 30 هكتار نشريها. نعم طيب سي بناني قبل نهايه هذا اللقاء مع هذه القضيه لو ديرني جوجمون واش فيه عرضوا للدكتور سعيد لو ديرني جوجمون لو ديرني جوجمون لو ديرني جوجمون كي عطاو له كي عطاو له هل هناك من جديد يعني كاين جديد لو ديرني جوجمون جديد لصالحك ما على بالناش قال له احنا سي بور كونترونش. نعم سيتادير لو جوج ما فهمش حكى له حكايه ما على باليش واش جبد له توت لي زيستوار ومن بعد عطاه له دون زين فوتو جوجل لو جوجمون واش فيه تفضل لو جوجمون يقول له سي لو جوجمون. نعم يقول له انت عطيتني عطيتني وقائع توت لي استوار اللي صارت بينه وبين السيد. قال له حنا رانا فاهمينها. قال له حنايا حبينا نفهموا رقم واحد في لا فوتو جوجل اللي راك عطيتها لنا انت كي ني با فريمون بريسيز ما يهمناش ما معنا نقبل جوج يترونشي بها. قال له راك تقول واحد اثنين ثلاثه اربعه للخصم تاعك قال له هكا. نعم نو قال ليكسبير قال له قلت لك اعطيني القطعه الارضيه هذه اين مكانها اين تقع القطعه ما وجبتنيش. قال له فيه تعدي. انا دوك نسالك شوي با افوكا شوي با ماجيسترا ما نوع التعدي؟ نعم ها نسو بوز لاك ما هو نوع التعدي دوك تطرحي لابويس تقول واحد تعدى عليا باش كابوسه
بموس كسر لك دار دخل التراب سرق لك طوموبيل شنو هو التعدي كاين انواع تاع التعدي قال له فيه تعدي وين حبس بوالالين لو جوج جاو يحوس على كلمه في الشومان دو فيلاي نيميرو 13 ولا في حي البدر تري بيان قال له مالك يحبي تفهم قال له اعطيني لا بارسيل نيميرو 7 اي لا بارسيل نيميرو 8 اي لا بارسيل نيميرو 9 شحال فيها كيلها لي وين جايه زاد عاود عطاه له لا ميم ميسيون باسكو انا جي انولي الخبره رحت عند الخبير بوندون ان موي دمي وانا نجري بوراه ما حبش يعطيني خبره بعث له المحضر القضائي راح لعندو قال له سيدي ويبلغك غد من داك جابها لي واش معناتها هذه الامور نعم طيب سي بناني في الختام سيد بالقايد القضيه راهي بين يديك عرضت في برنامج الصلح وخير هل ممكن للسيد بناني انه يطلب اسكيل الدوا دو دوموندي ان نوتر اكسبير جوديسيير باش يعاود يتفحص كل هذه الامور قبل ما نغلقوا الملف معه وراح ينتظرنا بعد انتهاء الحلقه نعم تفضل انا باش يقول سي بناني الاخر لو جوج واش دار خصوه معلومات خصوه معلومات وكي الاخر القاضي كي خصوه معلومات يعين نفس الخبير نفسه يعاود نفس الخبير ويقول له باللي خصتنا هالمعلومه خصنا هالمعلومه لازم تجيبها لي وعلاه باش هو تسمى سي كومبليمون d'information au premier rapport d'expertise leader. Voilà. Le هنا لو كان يعاود يعين un autre expert بالك يجيب معلومات فوالا اخرين لهذا بيسك على باله في بالباص وعلى بالكلش الاكسبير اللي عنده ديجا ليستوريك تاع القضيه ابسوليمون ابسوليمون دونك يروح لتما ويكمل لي زانفورماسيون اللي قال له عليها القاضي وهنا كيخدم الخدمه تاعو ويجيب هذه المعلومات هادو سبنا نشوف يشوف الا كان شاف باسامبل هذا الخبير هذا خدم الخدمه تاعو وجاب المعلومات اللي طلبتها المحكمه الله يبارك دونك هو اللي ساتيسفي يسرا ساتيسفي ولكن شاف بلي راح للبلاصه بصح ما جابش المعلومات اللي قالوا عليها القاضي ما جابش باسكو يقدر يقولوا فوالا هاو كاين هكذا كاين هكذا المساحه كذا وكذا وهي كاع ما كاش منها هو ثم سي بناني عنده حق يطلب خبره مضاده بصح قبل هالشيء لازم هو يبين بلي الخدمه اللي خدمها الخبير ماهيش صحيحه كيفاه يدي خبير يخدم له الخدمه هذه ويقدمها للمحكمه يقول لهم سيد الرئيس الخدمه اللي خدمها الخبير ماهي صحيحه هاي الخدمه C'est-à-dire, ah oui, voilà. un plan avec superficie. Ou le juge, il accepte, un autre expert, il accepte le juge. Il accepte le juge. يعاود كاع ازيرو ازيرو شكرا سيد بالقاضي نشكرك سي بناني على حضورك وعلى عرض هذه القضيه 2012 اذا تذكر 2013 2015 ان شاء الله في السنه الجديده ان شاء الله يخرج الجوجمون لحقك وتتواصل بعد انتهاء البرنامج مع السيد بالقايد احمد خبير قضائي نشاهد الان القضايا التي يعني سجلناها في برنامج والصلح خير وفيها مقطع في اول لقاء مع السيد بناني في هاد لابوندا نستبعوا معنا وسنعود للبلاتو أنت الراجل سيدة نعيمة باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح وخير واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية عايشة كين هاس صابرة على تلولاتي حملت وبعدك الحق باش يبيع لي الدار كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال سامح انت الراجل 6 أشهر سجن غير نافذه وحنا تعويض اولي 300 مليون سنتيم بعد هذه المحاكمه تمت محاكمه ثانيه في المجلس برويسو الطبيبه عطاوها عام سجن نافذ احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص عدم الاختصاص من نروحوا للمحكمه الاداريه
رحنا وليس كل الضحايا، لان كاين ضحايا خافوا قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصرنا متابعات. في حالة ما الصلح تم ما دام عندك موافقه مبدئيه، هل مستعد تنازل عن كل القضايا اللي في المحكمه اذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح سينو ما نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لكم بالدليل هذاك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجينا جانا محضر قضائي من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى كل من أراد أن يعرض خلافاً أو قضية أو نزاعاً، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021-37-41-21. إذا نعود إلى بلاتو برنامج والصلح خير. كان لقاء مع السيد بناني ياسين، عرضنا القضية بكل التفاصيل الدقيقة بالنسبة لفضيلة الدكتور سعيد بوزري وسيد أحمد بلقيد الخبير القضائي. نتمنى لسيد بناني أنه تعود ترجع له الأرض تاعو، لأنه هذا من حقه طبعا، القانون فوق الجميع. ونتواصل معه بعد نهاية هذه الحلقة. هكذا يفعل برنامج والصلح خير، يتواصل مع القضايا حتى نصل إلى إصلاح ذات البين وحتى أن يسترجع كل الحقوق. السيد بناني ياسين مشكور على عرض الحالة مرة ثانية من 2012 إلى 2013 حتى 2015. نعود دائما إلى الخبرة القضائية وننتظر دائما اتصالاتكم. ستشاهدون في أسفل الشاشة الأرقام وهي 021-39-42-42 021-39-43-43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00-213. أبواب الحوار مفتوحة لكم أن تعرضوا قضاياكم عقارية أو خلافات يستمع إليها فضيلة الدكتور السعيد بويزري. الخبرة القضائية، إذن من قضية بناني إلى قضايا أخرى سيد بلقايد، قضية السيد صالح من عين طايا. يقول هذا السيد صالح بأنه اشترى عقار ببابي تامبري. يقول كيفية تسوية وترسيم العقد، كيفاش يرسم ويسوي العقد هذا تاعو، سيتادير كومو اوفيسياليزي لاكت. فوالا، تفضل سيد الكريم. زيد فضلك. هذا الاخ صالح من عين طايا عنده ارض وشراها بابي تامبري. هذا لو كان يعني زاد قالنا واش من عام فاش شراه. نعم، لو كان زاد قالنا واش من عام فاش شراه بالك نعطوا له يعني لا سول سوليسيون اللي طبقها ويكون عنده عقد بربي ان شاء الله. نعم. بصح هذا مش مشكل. هذا مش مشكل. هو درك كاينه حاجه واحده الاولى اللي يديرها، لازم يشوف هذا العقار تاعو الا فاتت عليه مديريه مصلحه الاراضي لا ديريكسيون دو كاداستر، اسكو سي كاداستري او نو. الا كان فاتت عليه مصلحه مديريه مصلحه الاراضي يستنى يروح يجي يسقسي. اذا كان مسجل على اسمه ولا اسم واحد اخر، نعم ممكن. ولا كان تاكد باللي مسجل على اسمه هو، يستنى يخرج للليفري فرونسي ويكون عنده عقد والطرب تاعو راه تاعو بعقد بالليفري فرونسي تاعو وكلش. ولا كان سيد هذا شاف باللي
الكادس مازال ما فاتش من ثم لا با يو دو كادس. واش يدير؟ يتصل بخبير عقاري اللي مسجل في قائمه الخبراء يديه للبلاصه تاعو ويدير له سكون ابل اون انكيت فونسيير. اون انكيت فونسيير نعم. يدير له سكون ابل اون انكيت فونسيير اللي طلب تروز اوبيراسيون فيها. بصح هو هنا الخبير هو يدبر راسه لا برومي اوبيراسيون باش يدخل الخبير مع مديريه مسرح الاراضي باش يعطوا له نيميرو سيكسيون ونجي له هذا القطعه تاع الارض ومن ثم يديروا به لف في اون سيت اكزومبلير باغ اكزومبل ويعطيه له ومن بعد هو يتصل لي سيرفيس كونسيرني. هذه حاجه سهله. ومن بعد مثل ما نهار تلحق دلتو يخرجوا لا ديريكسيون دو كادا لا ديريكسيون دو كونسيرفاسيون فرونسير يخرجوا للميدان باش يشوفوا الخدمة تخدم الخبير إذا كان صحيحة ولا خدمة. وزيد يشوف سمحي لأختي وزيد برك نعود نقوله لك لأنه في اتصال نعود نقوله نعم. السيد صالح نعم. من عطايا اسمح لي السيد نعم. أحمد بالقيد الخبير القضائي الموجود معنا في برنامج الصلح خير يتصل بنا من قسنطينة السيد محمد. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير للجميع. مساء الخير مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير محمد من مدينه الجسور المعلقه. مرحبا بك. نعم الله يسلمك. عندك قضيه سي محمد؟ نعم عندي قضيه. تفضل. بخصوص الموضوع هذا راهم قدامك الخبراء فاسال به خبيره صدق الله العظيم. نعم تفضل. بارك نعم. الله فيك. نعم تفضل. المجتمع عندي القضية تاعي هي كيما نقولوا ليستوريك تاعها. هو عندي قطعة أرض تاع جدي. عندك قطعة أرض تاع جدك؟ نعم قطعة أرض تاع جدي موثقة ومشهرة في 1907 في مدينة ميلا. موثقة ومشهرة في مدينة ميلا. نعم وأنا يعني جبت الديتاي بوفيكات تاعها من كونفورزاسيون دو كونستانتين. نعم وحتى 2006 عبت عليها مصلحة مسح الأراضي وكي داروا المسح داروا المسح باسم إنسان خلال للقطعة الأرضية الكبيرة يعني فيها حنايا وفيها عدة عائلات. داروا المسح باسم إنسان آخر تعرفوه ولا لا سي محمد؟ نعرفوه الإنسان هذا. شكون هو من محمد؟ من عائلتكم ولا جاركم؟ لا مش من عائلتنا. ماهوش من عائلتكم؟ نعم مش من عائلة خلاص. نعم إلا إحنا كي أدت مدة حبينا نديروا الإجراءات تصادفنا بهذا المشكل وهو اللي انه عدت سنتين كيريت سنه كان لزام علينا من مسؤول الحكم الاداري. نعم هكا الاجراءات تقول. نعم كي رحنا للمحكمه الاداريه عينت لنا المحكمه الاداريه خبير. نعم على اساس به يبين القطعه تاعنا الارضيه تاعنا في مجموع القطعة هذيك الكبيرة اللي أعطوها اسم المسح الأراضي أعطوها الملكية رقم كذا مجموعة رقم كذا أعطوها نعم نعم المشكل وراه نعم المشكل أنه الخبير هذا قال باللي القطعة هذا العائلة هذه ما هيش ضمن هذه البلاصة خلاص. وإحنا زدنا طلبنا استبعاد الخبرة هذه وولينا كمرجعين وطلبنا ودرنا إعادة سير في القضية وتعين خبير خلاف. نعم والخبير الثاني راهو تبت ودار معالم وحط باللي القطعة تاعنا هذه راهي في البلاصة هذه ودار المعالم تاعها وصبها باللي أرضكم. باللي الخبير الثاني قال باللي أرضهم باللي أرضنا وطلب عليا أنايا يعني جبت شهادة سلبية تاع جدي جبت تاع عمومي جبت تاع خوت يعني لبيت له الوثائق اللي طلب منها اللي طلبها لنا بكل يعني. طيب سي محمد من قسنطينة الآن ما عندكمش خلاف بما أنه الخبير الثاني ثبت باللي الأرض ديالكم. الخبير الثاني ثبت باللي الأرض تاعنا الحمد لله يحمد درك على خير. إلا أنه للأسف إلا أنه كنت ننتظر في إلا نعم أنه الخطرة هذه نستناه في الحكم
انه يوافقوا مع الخبره والخروج من الشيوع. نعم. الا ان صادفنا الحكم تاع المحكمه الاداريه رفض القضيه لعدم التاسيس. رفض القضيه لعدم التاسيس واضح. وهذا هو المؤسف وما فهمناش علاه، يعني يقبلونا ويستبعدونا الخبره ويعينونا خبير ثاني ومن بعد ترفض القضيه لعدم التاسيس. طيب واضحه سي محمد. تعطيني الاخت نضيف لك المعلومات. نعم. انه هذا الانسان اللي راهم داروا الترقيم باسمه ما عنده دفتر عقاري على هذا الارض، ما عنده حتى دفتر عقاري. نعم. وعنده نزاع مع ناس بزاف في هذا المشكل، وانه المحكمه الاداريه يعني زاد ساندته، ويعني للاسف. نعم. انه مصلحه مصلح الاراضي انه الخبير كي راح يطلب الوثائق اللي على اساسها داروا المسح باسم هذا الانسان. نعم. راهو الموظف ولا رئيس المصلحه، مع انه عندنا نسخه تنفيذيه من المحكمه الاداريه رفضت يبدلوا الوثائق اللي داروا المسح باسمه، وقالوا بان تعليمه اداريه بكذا، مع انه من المعلوم عند العام والخاص ان الحكم ان النسخه التنفيذيه ما تلغيهاش تعليمه اداريه. نعم شكرا سي محمد من قسنطينة. الهاتف نتاعو. نعم خلي اذا كان ممكن تترك الهاتف تاعك سي محمد. الهاتف تاعك تركوا العارضة التقنية وبعد نهاية البرنامج. والاخت كنا يعني اذا كان ممكن يعني اي طريقة تتصل بالدكتور سعيد. نعم خلي رقم تاعك سي محمد من قسنطينة ويتواصل معك الدكتور سعيد بويزي. شكرا. واضحة القضية. يقول سعيد نور الدين من الشلف. السلام عليكم سي نور الدين. عليكم السلام أخت صلاة. مرحبا بك. الحمد لله في برنامج الصلح خير أن نتحدث على الخبرة القضائية. عندك خلاف سي نور الدين؟ عندي خلاف مع واحد جاري. مع جارك؟ نعم تفضل رانا نسمعه. واش به جارك سي نور الدين؟ واحد الممر، ان احنا عندنا هذا الممر وغلقوا علينا. غلق عليكم الممر. وكي وانا في القضيه تاعنا دخلنا المحكمه بحثت لنا زوج خبراء عقاريين. نعم. والخبره خرجت في مصلحتي انايا يعني في زوج. نعم. اما لان يحوس انا اسكو الخبره لا يتبعها الزوج، الزوج يتبع الخبره ولا لا؟ اسكو لو جوج يتبع الخبره ولا لا؟ هكا. طيب واضح. عندي سؤال اخر. نعم يتعلق بالحلقه سي نور الدين. داكور تفضل. عندنا احنا في جدنا عنده 35 هكتار. جدك؟ يحكوا لنا باع منها 23 هكتار لواحد قاوري. نعم. في وقت الثوره. نعم. بقات منها 13 هكتار دروك. اسكو هذيك اللي باعها ترجع الملك يرجع لينا ولا لا؟ القوري هذاك اللي باعها القوري هذاك. نعم واضح دكتور. اسكو اللي ترجع للدوله ولا ترجع لينا؟ نعم واضح. طيب نور الدين واضح القضيه تاعك الاولى والثانيه. شكرا نور الدين. من اختو بارك الله ربي ووفقكم ان شاء الله. يبارك فيك. شكرا نور الدين على القضية الأولى والثانية. نعود إلى سيد أحمد بلقيد خبير قضائي عندما عرضت قضية صالح من عين طايا. نعم تفضل. كنا دوك اوفيسياليزي لاك. وي وي عطانا لو لا بروميير سوليسيون و لا دوزيام سوليسيون كيما قلت يتصل بخبير خبير عقاري. نعم. ونأكد خبير عقاري ماهوش معماري ولا اللي يلحق يروح لتما يديروا اسكون ابل اون انكيت فونسيير. فونسيير. اون انكيت فونسيير. في الانكيت فونسيير يلحق تما يكي التراب تاعو ويحط يخدم كاع الخدمه تاعه والخبير هو على باله واش يدير. نعم. وثما يتصل كما قلنا يتصل الخبير بمديريه مسح الاراضي باش يعطوا له الرقم
تاع لا سيكسيون نيميرو دو سيكسيون وثم يكمل الخدمه تاعو وندير ملف ويعطيه للسيد صالح من عين طايه يحطه في لا ديريكسيون دو لا كونسيرفاسيون فونسيير واستدلتو وقتاش يجوا للميدان باش يعاودوا بور اون فيريفيكاسيون سو التيرا اذا كان الخدمه خدمت مليح ولا مخصوصه ولا وسالي باش يسمعوا الجيران يسمعوا الجيران اسكو هذه الخدمه هذه اللي رانا جينا باش بور كونترولي اسكو ما تعداش عليكم اسكو هذو هما لي ليميتي سون جوست الا قالوا سي بون السيد ما عليه غير يستنى وقتاش جي درتو يعطوا له لو ليفري فونس ان شاء الله. نعم شكرا العقد استغفر الله يعطوا له عقد. نعم شكرا سيدي. اذا قضيه نعم تفضل دكتور بالنسبه للقانون. نعم يعني باش المشاهد الكريم تاصيل كلام الاستاذ بالقايد وين لقاوه في القانون؟ لقاوه في الأمر رقم 71 91 70 91 ولكن دخل يعني في حيز التنفيذ في 1 جانفي 1971. نعم. إذن الأمر 70 91 الذي دخل في حيز التنفيذ في 1 جانفي 1971 المادة 12 مادة 12 أوجبت صراحة الكتابة في جميع المعاملات العقارية تحت طائلة البطلان. نعم. أقرأها كما هي. نعم. تحت طائلة البطلان. لذلك العقود هذيك العرفية ما عندهاش قيمة الآن، لازم عقود رسمية. نعم. بأوضاع معينة. نعم. والنصيحة والتوجيه اللي قال الأستاذ بالقايد يتبع إن شاء الله وتعالى من أجل ترسيم هذا العقد. نعم. إذن كنا نريد أن نأخذ اتصالات أخرى ولكن قعدت 5 دقائق، أعتذر للمشاهد الكريم. سننظر في قضية محمد من قسنطينة سيد بالقايد وسينو الدين مشلف، 5 دقائق تقدر تجاوبهم، إلا ما قدرتش نخلوها للحلقة المقبلة. تفضل مع محمد من قسنطينة اللي يتكلم على قطعة الأرض تاع جده موثقة وقالوا مشهرة في مدينة ميلا. تفضل. يا دكتور أخ محمد، هذا ما قسمتنا اللي يقول باللي ورث قطعة أرض وعندها عقد تاع 1907 وين حصل يعني خلال في 2006 من مديرية مسح الأراضي ونحطها على انسان واحد اخر. احنا كما قلنا في الاول هنا يتصل يدير دوموند دو ريغولاريزاسيون بون يفوت بار فوا جوستيس في الادمنستراسيون من ثم الطول وما نعرف كيفاش سافا بخون دو تون. فوالا سافا بخون دو تون. دروك هنا اذا كان ديجا وقت دارها فات في المحكمه وتوسا و à la fin il a été refusé le travail de le deuxième expert il a été refusé et alors على حسب واش يقول هو الخبير الثاني بين القطعة تاع الأرض بانت. نعم. بانت هنا دونك هنا الاخر لا شومبر ادمنستراتيف ان كاي اكزيكوتيف طرافي اللي دار الخبير ما عندها حتى مسؤوليه. نعم. تقول الاخر الخبير ها واش دار الخبير ها واش خدم الخبير ان اكزيكوت وسما بعد هما سي الاخر محمد هذا مقصدنا اون فوا كي لورا لو جوجمون يدير لا كونسيرفاسيون فونسيير لا ديريكسيون دو لا كونسيرفاسيون فونسيير و يفا ميز اجور باسكو الاول هاك اللي محطوط عليه الارض ماهوش ترابو ها هو ربح في الشراء بالجوجمون هذاك يروح لا ديريكسيون دو لا كونسيرفاسيون ويحل المشكل تاعو بصح راه يقول باللي الاكسبير اتر رفوزي طيب ممكن نتواصلوا معهم بعد نهاية البرنامج خلى الرقم تاعو قالوا لي في العارضة نور الدين من شلف يعني أيضا فيه إضافة خفيفة في نعم الموضوع. نعم بالنسبة أنا نشوف الحلقة الثالثة عن خبرة نعم قضائية موضوع أكيد أكيد موضوع مسح نعم الأراضي. نعم. الترقيم يكون أوليا خلال العامين. نعم. ترقيم ذاك أول فإذا كان للأسف لأنه أحيانا المالكون الحقيقيون ما يكونوش في الارض نتاعهم. نعم. نهار اللي تجي مديريه مصلحه مديريه مسح الاراضي. نعم. هما يسالوا نتاع من هذا الارض وبعدين كان تصريحات يقول هذا الارض نتاع فلان وفلان وفلان. فبالتالي اذا كان لقوا شخص اخر قد يدعي ملكيتها يقول هذه الارض نتاعي. المهم هذاك خلال العامين يكون احتجاج اداري على مستوى المديرية مباشرة ولكن بعد فوات عامين لازم القضاء. وهنا أيضا نرفع أصواتنا عالية نقول
للناس اتقوا الله، كل واحد يتقن عمله. إذا كان هذا الإنسان كما قال السيد الخبير، يعني جاء الخبير بين بأنه خالك عين، تم تعيين خبير آخر أثبت قطعة الأرض التي نقول أننا نملكها وبين معالمها، وبعدين النتيجة قالك رفض القضية لعدم التأسيس، نعم معناه ضربة قاضية حقيقة. يعني هكذا تضيع الحقوق. لذلك لابد من الفاعلية في هذا المجال، لابد من احترام الإجراءات القانونية لإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. مادام خلى التليفون تاعو نتواصل معه، نعم. ونحاول بعد نشرحه في حلقة من الحلقات للمشاهدين واش كاين داخل هذه القضية. بعد اطلاع الوثائق لأنه أيضا في تنبيه مهم، لابد من إثبات هذه الأقوال بالوثائق الثبوتية. نعم دكتور. نعم. انتهى عمر البرنامج، إذا نعد المشاهد الكريم بأننا سنخصص حلقة أخرى حول الخبرة القضائية لأنه بقيت القضايا. شكرا فضيلة الدكتور سعيد بويزري، شكرا ضيفنا سيد بلقيد أحمد خبير قضائي، وسنعي المشاهد الكريم بأننا سنحاول بث حلقة أخرى حول الخبرة القضائية للرد على نور الدين من الشلف، وأيضا الاتصالات التي بقيت في نهاية هذه الحلقة. إذا نتمنى أن تكونوا قد قضيتوا معنا أطيب وأفيد الأوقات. شكر موصول لك زينب على لغة الإشارة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح.